تدبير المركب الرياضي العربي الدولي اللي اليوم ما يمكن الا نهنيو جميع الاطراف اللي سهرات على تمويل ديال عمليه التاهيل ديال هذا المركب هذا من قطاع وزاري وصي من مجالس منتخبه جماعه الدار البيضاء ومجلس الجهه لان عمليه التاهيل ديال هذا المركب تمت في اطار اتفاقيه يعني تاهيل مجموعه ديال الملاعب كذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوكالة الوطنية للجهازات العمومية والسلطات المحلية على رأسهم السيد الوالي الذي أعطى دفعة كبيرة لمجموعة من الأوراش ويقف شخصيا ويتابع مجموعة ديال الأوراش اللي يوصل بها تأهيل المرافق الرياضية استعدادا لكأس إيطاليا 2025 وكأس العالم. إذا السياق الاستعجالي فرضته الأجندة الدولية للمقابلات في الاتحاد الإفريقي كذلك الأجندة الوطنية ديال الأندية الرجاء والوداد برسم البطولة الوطنية وكأس العرش لأنه في شهر أوت غادي تكون مقابلات أولاها 24 أوت و 30 أوت إن شاء الله الرحمن الرحيم. واليوم حنا سعداء جدا أن اللجنة ديال لاكاف يعني اعتمدت الملعب وبالتالي غادي يكون إن شاء الله جاهز. إذا كان ضروري هو ملح ومستعجل البحث على موديستيون يعني لإدارة هذا الملعب هذا وقع الاختيار على الشركة ديال سونارجيس لأنها شركة وطنية مكلفة بمهمة وطنية ألا وهي إنجاز وتدبير الملاعب الرياضية اللي غادي تكون إن شاء الله الرحمن الرحيم في المقابلات الدولية في كأس إفريقيا وكأس العالم. والملعب العربي الزاوي بحمولته التاريخية بمكانته هو واحد من الملاعب اللي كاينة في الأجندة ديال كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 إن شاء الله لأنه غادي يكون واحد من الملاعب اللي غتحتضن المقابلة التدريبية للمنتخبات اللي غادي تكون في كأس العالم. عملية التأهيل ديالو راه شملت جميع المستلزمات الضرورية لاستقبال المنافسات الرسمية يعني تم رفع جميع الإشكالات اللي كانت فيه سواء على مستوى الصور الخارجي سواء على مستوى احتوائه اللي هو أربع مستودعات ديال الملابس ومستودعين للحكام سواء على مستوى المرآب يعني والموقف ديال السيارات وكذلك الصيانة ديال الإنارة ديالو والمرافق الصحية اللي كانت ضرورية بالنسبة للمدرجات ديال الجمهور. اليوم راه هو جاهز الحمد لله يعني بفضل المجهودات ديال الجميع المشكورين ولذلك لا بد من أنه نقطة وحيدة غياب يعني مدبر لهذا المرفق هذا. اليوم يعني الإخوة المشكورين في اللجنة بالتفاعلات ديالهم اللي كانت نقطة ولذلك خلال العرض ديال رئيسة اللجنة راه غادي تعطيكم المخرجات ديال اللجنة صباحا اللي كانت في جو يعني غني وجو اللي هو فيه نقاش وهذه محطة اللي هي مدينة الدار البيضاء تفخر بها أن اليوم واحدة من المرافق ستخرج يعني الحيز يعني الاستعمال ابتداء إن شاء الله الرحمن الرحيم من يوم غد غتحتضن المقابلة النهائية ويوم 24 وكذلك يوم 30 وغادي يقوم بواحد الوظيفة مؤقتة لاحتضان مقابلة الرجاء والوداد في انتظار فتح ديال المركب الرياضي محمد الخامس وشكرا سيدي الرئيس. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.